صار كل فترة وفترة اللي بده مثلا 35 دولار يلي بده يغلي سعره لسه أكتر من هيك ما بحب له غير شكايتك إلى الله عز وجل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صاحب البيت عم يلجأ لأسلوب أنه بده زيادة أجرة، ما بدك أنت يطلع غيرك بيستأجره، يعني هيك صاير. كان في اتفاق بيني وبينه أنه كلام زلم، أنه خيو لا من طالعك ولا من زود عليك، هذا الحكي من سنة ونص على الضبط. بتفاجأ هلأ بعد الزلزال بيبعث لي مقطعين صوت يا خاي، بيتحجج بصاحب البيت بلبنان أنه هالزلمة بده زيادة 70 دولار. صار في طلب على الأجارات، اللي ساكن في طابع عيلي صار بده أبو أول تاني، يعني عم يطلع بيحاول ينزل، اللي تصدع بيته كذا، صار في طلب زيادة على الأجارات. هذا الطلب صار نوع من الاستغلال للإنسان المتضرر، الإنسان اللي عم يرقد وراء أمانه، أنه صار يطلب أجار منه زيادة. هلا معك من 60 دولار وانت طالع للمي، اما اذا دار مثلا بحي الضبيط عم يطلبوا اكثر من 100 دولار، مثلا بيطلبوا 120 125. يعني احسن بيت اجاره 100 دولار 4 غرف، والعالم ما بتقبل اكثر من هيك. يعني هلا بيجينا واحد بده بيت 4 5 غرف يكون كويس، يكون حصرا طابق اول، هو طلب يعني حصرا طابق اول. اللي عنده هيك بيت تحت ال 150 ما بيأجره. صار كل فترة وفترة إلى بده مثلا 35 دولار، بعد 35 صار يده 50، كل ما يكتب له 6 شهور 3 شهور عشان أشو تلقائيا يزود. بتشكر فعلا اللي نزل قرار أنه تمديد العقد لمدة 6 شهور إضافيات بدون أي زيادة للمستأجر. المكتب أنه ما يأخذ كوميسيون هالست شهور، أنا بأيد القراءة، ونحن عممنا قبل، نحن اللي شجعنا وبلغنا هذا الحكي اللي أخذوا فيه اللي نزل القرار. والله ما بظن تطبق. ليش ما تطبق؟ لأنه صاحب البيت مأجره مثلا 60 دولار، خلص بده هيك، ما يعني ما بيطلب زيادة، بس بده أنه نفس الأجار يضل. يعني أنا مستأجر، ما بحال أنه إجا صاحب البيت لعندي، أنا عندي قرار حيميني، يعني هذا القرار صائب كويس. يعني هذا القرار ما طبق. ليش؟ صاحب البيت ما صعب لك، أنا هيك الوضع، ياخذ ياطلع. يعني لازم هن يكونوا يرضعوا، كل واحد بده يرفع الأسعار أو كذا، من مين كان يكون. فمتمنى من صاحبين العقارات، من صاحبين البيوت، يطولوا بالهم على المستأجر. لو تأخر شهر أو شهرين راعي ظرفه، وإذا بيحسن بيعفلوا هالشهر اللي كسره لأي سبب مقنع يعفلوا إياه طيبة خاطر منه. نحن بأيام أفضل، بأيام جبر، بأيام جينا على رمضان، يعتبره بميزان حسناته. يلي بده يغلي سعره لسه أكتر من هيك ما بحب له غير شكايتك إلى الله عز وجل. أكتر من هيك لا، لقيتوا الشكوى لغير الله مزلي. للحكومة الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية على مجهودكم اللي عم تبذلوه لهالشعب، عارفان كيف. وثانيا انا بوجه الرساله الاكبر هي لصاحبين الاموال اللي عندهم كذا بيت، اللي قاعدين في منهم بالمخيمات وعندهم كذا بيت هوني وعاملين عموله، عارفان كيف، واستثمار. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.